كارديك أزمة. انتوا فاهمين دي اسمها كارديك أزمة؟ حد شاطر يقول؟
فمن الحاجات اللي لسه عنده اماتيور في الريسبيراتوري سنتر. الريسبيراتوري سنتر بتاعه لسه ما استواش، مش زي بتاعي وبتاعك. منجز الكلام، المفروض انا وانت الريسبيراتوري سنتر بتاعنا ايه اللي بيشغله؟ هديك اختيارات، لما السي او2 يتراكم ولا لما الكو2 يقل؟ اما السي او2 يتراكم يا بكبكة، المين درايف هو الاكيموليشن اوف سي او2، بس انت السنتر بتاعك حساس، يعني انا لو كتبت نفس اللي هو كام ثانية مش هقدر، السي او2 هيتراكم وغصب عني، السنتر هيشتغل وهاخد نفس، صح ولا غلط؟ العيال دي مش كده. العيال اللي بتبص سوا دي مش كده، السنتر بتاعهم جميلة شوية. وبالتالي تلاقي واد لسه مولود في الحضانة وبعدين قاعد وتك تك تك واسفاج قتلي منقطع النفس. ويقوم النفس مقطوع أكتر من 20 ثانية. لو النفس قطع أكتر من 20 ثانية نسمي ده أبنية. يعني مش أي حد يعمل اسمه أبنية، اسمه مستهبل. أبنية لما بيتقطع النفس أكتر من 20 ثانية، ده اسمه أبنية. طبعا خد بالك يتقطع النفس أكتر من 20 ثانية فالسي أو 2 يتراكم جدا، يقوم السنتر الجبلة بقى يقس. يقوم الواد يرجع يتنفس. الأم هتيجي تقول لك لو ما كانش في حضانة يعني، الأم هتقول لك إن الواد من حين لآخر بيقطع النفس. طب وبعدين بتعملوا له إيه؟ يقول لك بيرجع يتنفس لوحده. أو ساعات تدعك له بظهره أو تخبط له في رجليه فيرجع يتنفس. الحركات دي بتشغل السنتر. حاجة اسمها تكتايل ستيموليشن. يا جدعان الموضوع بناين، بناين خالص. هو القصة كلها قصة سن مش أكتر. وأي حاجة سببها إن جزء الماتيور، يعني أي حاجة، لما أقول لك الماتيور في باراكوي سنتر، الماتيور ما أعرفش إيه، أي حاجة نص سوى يبقى علاجها الزمن، الوقت، تتقل عليه، بسجل اللي ما استواش هيستوي، يعني حاجة، بس على ما يستوي، دي حاجة تنشط، الباراكوي سنتر، ده اللي بيسموه أبنية أوف بريماتيوريتي، اللي الكتاب كاتبها لك هي نيورينا الأبنية سندروم. هي الأبنية أوف بريماتيوريتي، تمام؟ دي سببها الماتيور في السبيراتوري سنتر، السبيراتوري سنتر مش شغال كويس وهيستوي بس اديله كام اسبوع كده. فاهمين الكلام؟ طيب يبقى احنا كده قلنا ده. طب غير كده احنا قلنا هو الكافيين والحاجات دي بتعمل ايه في المصر؟ ديسكريتر بتزود الكونتراكشن منشط. طب هو ينفع في الناس اللي عندها فتيج عشان يمنع الفتيج؟ بلاش. السؤال اللي خدناه الترم الاولاني بيجيب ريزون موجود في الجنرال وموجود في الاوتونوميك وموجود هنا اللي هو بيقول لك جيب ريزون. قلت لكم في الصيدليات حبايه اسمها الكافير كوب، قلت لكم عليها والله. في حبايه في الصيدليه اسمها كافير كوب. كافير كوب دي عباره عن كافيين مع ايركوت، كافيين مع ايركوت، الكوتامين يعني. الكوتامين ده كان بتاع المايجرين وخدناه الترم الاولاني. طب الشركة حاطه معاه كافيين ليه؟ اولا الكافيين هيزود امتصاص الكوتامين، ثانيا اللي قلناه القصه اللي فاتت هو الجلوتامين كان ميكانيزمه ايه؟ مش انه بيعمل فاصل كونستريكشن؟ طب ما الكافيين بيعمل كده برضه، يعني هيساعد الجلوتامين. يبقى لما يقول لك جيب ريزون كومباينيشن اوف كافيين مع الجلوتامين في علاج المايجرين، هتقول والله عشان خاطر الكافيين بيزود الابسوربشن اوف الجلوتامين، ادي واحد. ثانيا ان هو هيعمل سينرجيزم معاه، سينرجيزم عشان بيعمل هو كمان سريبرال فازو كونستريكشن. الحبات اسمها كافير كود معروفه في الصيدليات. معايا يا كابتن؟ يبقى بعد كده قلنا استعمالات السي ان اس بتاعه، وقلنا الكارديك دي استعمالات البق، السايد افكت برضه افكت جنبها قهوه وشاي عشان تفتكر السايد افكت. السايد افكت بتاعتنا بتاعت القهوه والشاي، انتوا عارفين كلنا عارفين، انت لما بتشرب لك 10 12 15 كوبايه قهوه في اليوم، في ناس كده والله، المهم يعني مش ساعات بيحصل لك شويه بالبيتيشن وبتاع؟ اه معروف القهوه والحاجات دي بتعمل بريمومز وبالبيتيشن وكلام من ده، لان هي ليها في نفسها ميتيك اكتيفيتي. منجز الكلام زي ما قلنا الزنسينز منشطه، لو خدتها بزياده تبقى تعمل شويه بالبيتيشن وتاكيكارديا ومعرفش ايه، حتى قلت لك بتعمل في البيسلز بازو دايليتيشن، وقلت لك لو في واحد بق متخلف ادى الحقنه جامد. القصه اللي فاتت قلتها لو جبنا امينوفيلين ورقعناه جامد هيعمل لك ماسف بازو دايليتيشن وكولابس ممكن يموت، حاجه سميناها الفيلوسيتي رياكشن. فدي حاجه عشان كده لو مكتوب عندك كونترا انديكيشن تحت او بريكوشن، عندك بريكوشن مش كده؟ هتلاقي اول بريكوشن يقول لك اوعى تدي الامينوفيلين جابت، اوعى تدي جابت، يتاخد سكوري انترافينوس عشان امنع حاجه اسمها الفيلوسيتي رياكشن اللي هو ان الضغط يقع والاخ يكولابس ويموت. فدي الكلام يبقى ده اهم بريكوشن في جنبها اهم كيس. ايه الفكره في الكيس؟ البريكوشن ده حكايه انه بيتاخد سكوري ولا جابت انترافينوس. طيب صلوا هنا على النبي. غير كده ارجع كمل، غير بقى الكلام بتاع لسه قايلين الكافيين قهوه وشاي يعمل ايه في السي ان اس؟
ستيميوليشن دول القصه اللي بتبدا تبدا شويه تنبيه وفوقان والميمو بيتحسن. طب زود اكتر يبدا يخليك بتقدر زود اكتر تبدا بالمراجيح فاكرين كومبالزر يعني التوكسيستي بتاعته كومبالزر ما هو سي ستيميوليشن فاهمين الكلام التوكسيستي بتاعته بيحصل. طيب اخيرا ركز معايا من حاجه انت برضو عارف اتفقنا انك لو شربت لك اربع خمس كوبايات قهوه معدتك بتوجعك واضح ان هو بيعمل جاستريك ايريتيشن وبالتالي هتاكل بريكوشن افويدد في الناس اللي عندها بيبتيك خطر افويدد في الناس اللي عندها بيبتيك خطر. خد بالك بالك بما ان هو دواء خطير ممكن يعمل اريزميا ويعمل بلاوي سوداء واحيانا اقول بلاش تدي حد اصلا عنده كارديال ديزيز خطير زي اريزميا وكلام من ده او بلاش تدي حد عنده ليفر او رينال فيلير الدواء هيفكر ما هو ليفر رينال فيلير الدواء هيفكر ويعمل توكسيستي عشان تاكل بريكوشن افويدد في الناس دي كلها اللي عندهم كارديال ديس اوردر جامد او ريسبيراتوري ديس اوردر او هايبوكسيا اللي لسه حي اللي قلت لكم قبل كده. يعني ليه افويد الدواء ده حتى عنده ريسبيراتوري ديس اوردر جامد او عنده هايبوكسيا مثلا ما هو ريسبيراتوري ديس اوردر هيعمل هايبوكسيا. بص لي كده ليه؟ مش انا بكره تعبان الادويه دي ممنوع ايه؟ قولي صح مش فاهم بتزود ايه؟ صح؟ يا دكاتره الهايبوكسيا بتزود الاكسايتابيلتي والدهار. الهايبوكسيا بتزود احتمالات الاريزميا في 100 يعني لو حد عنده هايبوكسيا بيبقى القلب اصلا على دكه تروح انت مديله دواء سيء السمعه معروف عنه ان هو بيعمل اريزميا طبعا هيخش في اريزميا. فاهم حاجه؟ اللي عنده سيفير ريسبيراتوري ديس اوردر او هايبوكسيا او بتاع على ده اصلا عمال على بطال بيدخل في اريزميا اروح مديله بقى هايبوكسيا بتعمل غباء يعني زي ما كنا قلنا في الادرينالين ممنوع يتخلف في حد زي ده. انتوا معايا دكاتره؟ صلي على النبي. الحته اللي عايزك تبقى حافظها عشان بس ما ننساش منك احنا قلنا ان الفايوفيلين والامينوفيلين لو ما قلتلكش اكتبها بس انا افتكر اللي قلتها عملت كده ورا الفايوفيلين والامينوفيلين من الادويه اللي ليها دور ثيرابيوتيك اندكس. ففي الترم الاولاني لما قلنا حاجه اسمها ثيرابيوتيك اندكس ثيرابيوتيك اندكس اللي هو الفرق بين الجرعه اللي تعالج الكميه اللي تعالج واللي تفوت ثيرابيوتيك اندكس خدناها في الجنرال وقلنا في ادويه بتبقى الثيرابيوتيك اندكس بتاعها ضيق والتوكسيستي معاها سهله كان اشهرهم مين؟ الديجيتاليز كان اشهرهم الديجيتاليز وقلت لكم مللتوا ساعتها ان غير الديجيتال في اثنين امين امينوفيلين وامينوفايتوسايت ما علينا فدي بقول لك اهو اكتب الامينوفيلين والفايوفيلين ادويه ليها دارو ثيرابيوتيك اندكس. يعني ايه ليها دارو ثيرابيوتيك اندكس؟ يعني التوكسيستي معاها سهله قوي التوكسيستي سهله جدا يعني ما علينا. وانا لو بكلم دكاتره كنت هتكلم بس مش هتكلم عشان اخدت ما علينا يعني امينوفيلين ده ثيرابيوتيك ليفل 10 ل 20 نانو جرام يعني عشان يجيب نتيجه لازم يكون مستواه في الدم من 10 ل 20 نانو جرام برميل ده ثيرابيوتيك ليفل بتاعه حلو 10 ل 20 ده طبيعي ده احنا بناخده كده عايز لو عدى ال 20 توكسيستي يعني التوكسيك ليفل فوق ال 20 مفيش اي سماح 10 ل 20 ده طبيعي. طب انا زودت سنه فبقى اللي في الدم 22 المفروض ده ما يعملش توكسيستي توكسيستي ويموت عشان كده قلنا عليه نار ثيرابيوتيك مفيش الفرق بين اللي يعالج واللي يموت مفيش وبالتالي لو هتديه عينك في وسط راسك لو هيتمشى عليه بالذات ادويه خطيره. انتوا معايا يا دكاتره؟ ايه؟ طيب اخيرا بقى هتلاقي مكتوب عندك الدراج انتر اكشن اللي هي التحشيشه لكل ادويه الطب ان الادويه لما يتاخد معاها انزايم انديوسر انزايم انديوسر بتعمل ايه الادويه؟ بتتكون تكسير يبقى البنزين دي بتتكسر بالانزايم انديوسر وبالتالي مفعولها يقل امال الانزايم انهبيتور بتقلل التكسير. فين الحته المهمه اللي هنا؟ في الكيس علم على سموكينج كتاب والله في كده علم على سموكينج ان السموكينج بيكسر النيكوتين بيكسر برضه. فين المهم؟ مش انا قلت لكم الازمه بتيجي صح ولا غلط؟ يروح قايل لك الان يقول لك ان لو في سموكر بيشنت اون فايوفيلين ثيرابي دوز اوف فايوفيلين شود بي ريديوز صح ولا غلط؟ بيقول لك واحد سموكر وبياخد فايوفيلين فلو الطبيعي لو اللي ما بيدخنش بياخد حبايه يبقى اللي بيدخن ياخد نص حبايه. هو بيقول لك كده صح ولا غلط؟ ده لو اللي ما بيدخنش بياخد حبايه اللي بيدخن ياخد حبايه ونص لان التدخين بيكسر الدواء التدخين بيكسر الدواء فبيقلل مفعوله. فاهمين حاجه؟ بس تيجي في الكيس يبقى السموكر يزود الدوز مش يقللها. شايفين صح وغلط؟ السموكنج عامه انزايم انديوسر معايا دكاتره؟ حلو. دي البنزين احنا كده قلنا اول حاجه في الاداب قلنا اول حاجه في الاداب برونكو دايليتور
اللي شرحناه برضه الحصه اللي فاتت، قلنا الازمه وقت الاتاك بيبقى الايروين منتهي، فاكرين؟ قلت يا حبذا لو اخذنا في الاتاك حاجه انتي انفلاماتوري كورتيكوستيرويد، افتح الكورتيكوستيرويد. طبعا الكورتيزون مشروح بالتفصيل في الاندوكراين، يعني هنا هتلاقي كده ايه لاب نبذه كده حاجه بسيطه خالص في الميدان، يعني اللي هو تفصيلا مكتوب في الاندوكراين. عارف طالبين على النت سريع كده. طبعا برضه نقاط الطب الكورتيكوستيرويد الكورتيزون بيقول عليه ان هو الكورنر ستون ان ذا تريتمنت اوف ازمه، كورنر ستون ان ذا تريتمنت اوف ازمه، يعني حجر الزاويه، كورنر ستون في علاج الازمه هو الاستيرويد. يعني عارف لو حاله عندها ازمه وبقالها 20 سنه بتاخد سلبوتامول مثلا، 20 سنه ماشيه على السلبوتامول بس ما خدتش كورتيزون، وبعدين جت لي في عيادتي النهارده هي عمرها ما خدت كورتيزون، بسميها نايف بيشن، بسميها كده نايف بيشن. فاهمين نايف يعني ايه؟ الجديد. نايف بيشنت يعني بيشنت جديد. يا عم الجديد ازاي ده بقاله 20 سنه ياخد ادويه مش ما خدش كورتيزون من هتبله جديد. بنسمي ده نايف بيشنت، انت متخيل؟ اللي هو كان اللي ما بياخدش استرويد ما بياخدش علاج يعني. هو العلاج الكورنر ستون بتاعه استرويد. ما عدا بقى الحالات المايلد قوي ما بتحتاجش استرويد. معايا؟ صلي بينا على النبي، استرجع كده. طبعا اول حاجه الميكانيزم اللي هو ميكانيزم الاسترويد يعني كانتي انفلاماتوري. بص هو الاسترويد بيعمل ازاي؟ طبعا كمعلومات عامه انتوا عارفين الكورتيزون اميونو سبريسر وانتي انفلاماتوري عنيف، اقوى انتي انفلاماتوري عامه، هو بينقص حاجات كتير وبيزود حاجه واحده. طب ايه الحاجات الكتير اللي بينقصها؟ ركز يا عم الحاج، مش اميونو سبريسر بيضرب البي سيلز، بيضرب البي سيلز وبالتالي بينقص الانتي بودي برودكشن، وبالتالي قلل الانسجن انتيبودي رياكشن، لو هتنزل الازمه انسجن انتيبودي رياكشن مش كده؟ يبقى بيهبط البي سيل فبينقص الانتيبودي وبينقص البي سيل، بيهبط البي سيل يعني انهيشن، وبالتالي انتوا عارفين البي سيل بتطلع في اللايف وبتطلع انفلاماتوري سايتوكاين، بتطلع مواد بتعمل انفلاميشن تي ان اف الفا والحاجات دي والانترليوكينز وبتاع، فبينقص السايتوكاين ريليز. السايتوكاين دي الحاجات اللي بتطلع وتعمل انفلاميشن بينقصها، يبقى ضرب البيتا فنقص الانتيبودي، ضرب التي سيلز فبينقص السيتوكاين بتعمل انفلاميشن. برضه من الحاجات اللي بتطلع في الانفلاميشن مش خدتوا اللايزوم، بتطلع انزيمز، بتطلع حاجات ماي بار، هو بيعمل ستابيلايزيشن لللايزوم الممبرين، يعني بيخلي اللايزوم ما يطلعش ميه النار اللي بيطلعها دي، حاجات بتعمل الانفلاميشن جامد، بيثبت اللايزوم ويخليه ما يطلعش حاجه، يعني نجيب اللايزوم بلاش كمان. فاكرين اللي بطوي خالص الزيت؟ نقوله تاني بس انتوا حاطوا صم، انتوا عارفين قلنا قبل كده ان الممبرين فوسفوليبيد اهي هتاكله ده كويس، الممبرين فوسفوليبيد كان بيشتغل عليها انزيم اسمه الفوسفولايبيز A2، فوسفولايبيز A2 كان بيحول الممبرين فوسفوليبيد لحاجه اسمها ارابيدونيك اسيد، فاكرين؟ الارابيدونيك اسيد دي كان بيشتغل عليها لوكس ولوكس، حتى لو فاكرين اسمه تاني ده هيجي للتاني النهارده. اللوكس كان بيعمل بروستا بلاند، واللوكس كان بيتكون من يوتروفاين، فاكرين الكلام ده؟ حتى بالابره كنت بقول لك على اليوتروفاين دايما انها بتشتغل على الريسبتور بتاعها، فاكرين؟ ولا بتكمل الرسمه كده، تشتغل على الريسبتور وتعمل برونكو كونستريكشن وانفلاميشن وبتاع. مش دي كانت دي رسمه؟ ارسمها تاني، اشتغل اهو من برين فوسفوليبت، اشتغل عليها الفوسفولايبيز اي 2 بيعمل اراكيدونيك اسيد، اراكيدونيك اسيد ده كان فاتي اسيد 20 كربون، يشتغل عليها كوكس يا لوكس، الكوكس بيعمل بروستاجلاند، اللوكس بيعمل لوكوتاين، وقلنا الحاجات دي هي ميه نار يعني انفلاماتوري ميدييتور، ميه نار انفلاماتوري ميدييتور، وقلت لك ان اللوكوتاين دي بتشتغل على السيكتور بتاعها اسمه لوكوتاين ريسبتور، وعندها انفلاميشن وبرونكو كونستريكشن وارض. مش ده البطاقية اللي خدناها في البطاقية؟ او تاني يوم ارسموه تاني، كل ما تشوفوا حاجه ارسموها عشان تحفظوا. انتوا معايا دكاتره؟ حلو. طيب من الاخر انا قلت لك الباسوي ده كده بينتهي بتكوين انفلاماتوري ميدييتور، حاجات بتعمل انفلاميشن، فلو وقفنا الباسوي ده يبقى انت عندي انفلاماتوري محترم، وقلت لك اقوى حاجه تخبط الباسوي ده صحصحه لو خلصناه من الاول، لو خلصناه من الاول يعني لو ضربنا فوسفولايبيز اي 2، ايه بقى اللي بيضرب فوسفولايبيز اي 2؟ الكورتيزون، الكورتيكوستيرويد، يبقى اللي بيضرب فوسفولايبيز اي 2 هو الكورتيكوستيرويد، عشان كده الكورتيزون هو الموست بوتنت انتي انفلاماتوري ايفر ميد لحد دلوقتي، اقوى انتي انفلاماتوري في الميديسن هو الجلوكوكورتيكويد استرويد يعني. انتوا معايا يا دكاتره؟
حلو. انا قصدي اقول لك ان وسط الميكانيزمات بتاعت الكورتيزون انك تقول تضرب الفوسفولايبيز ايه توب يروح تنقص تصنيع البروستاجلاندينز وخلاف، هينقص تصنيع البروستاجلاندينز وخلاف، كلها حاجات بتعمل انفلاميشن. انتوا معايا يا دكاتره؟ ما دي كلها حاجات انتي انفلاماتوري. فاهمني ولا غلط؟ وحتى لو مكتوب عندك الاعرض انه كمان بينقص الكابيلاري بيرميابيلتي. انتوا خدتوا في الباثولوجي اول حاجه بتحصل مع الانفلاميشن ان يبدا الكابيلاري بيرميابيلتي تزيد ويبدا يحصل اكزوديشن وإديما وبتاع. الكورتيزون بينقص الكابيلاري بيرميابيلتي وبالتالي الإديمة تقل. كل ده الكورتيزون بيعمله صح؟ يبقى الكورتيزون بيعمل كل الحاجات دي، حلوه في الانفلاميشن معايا ولا ايه؟ طب غير كده برضه من الحاجات اللي بتزود عدد البيتا ريسبتور، يعني بيعمل ابريجيشن للبيتا ريسبتور، وانتوا عارفين بيتا ريسبتور حلو في الازمه بيعمل برونكو دايليتيشن صح يا دكاتره؟ يبقى انا قلت لك ده الميكانيزم بتاع الاسترويد حتى يعني هو يتاخد بالتفصيل في الاندوكراين. يبقى احنا قلنا ده ميكانيزمه كانتي انفلاماتوري، بيعمل ايه كانتي انفلاماتوري يعني؟ صلى على النبي. طبعا الكورتيزون ده مش كورتيزون، ده كورتيزونات، يعني لما هناخد الكورتيزون ده فعلا 7000 نوع من الكورتيزون. ايش انواع قصيره المفعول وانواع طويله المفعول وانواع اورال وانواع حقن وانواع بخاخه، 5000 نوع من الكورتيزونات، فاهمين قصدي ايه؟ المهم وبالتالي لما يجي يقول لك هو الكورتيزون يتاخد في انهي نوع ازمه؟ تتكلم بقى بالعربي بكل الانواع، زي ما قلنا على البنزين يتاخد في كل الانواع، يبقى استخدامه في الازمه في كل الانواع ما تفكرش. اي نوع ازمه في الكورتيزون اللي ينفعله. يعني مثلا اذا كانت ازمه عنيفه قوي او ستيتس، فاكرين كلمه ستيتس؟ الواد بيموت، ده ياخد كورتيزون مريض، علم على كلمه هايدروكورتيزون، بيتاخد فاير كل 6 ساعات، امبول يعني كل 6 ساعات، الامبول بتمل، بيتاخد كل 6 ساعات وريد. يبقى قلنا لو كان عنده ستيتس بياخد هايدروكورتيزون 200 مللي كل 6 ساعات، مش كده دول؟ بقول لك قصدي يعني ان في كورتيزون الستيتس يتاخد اي في ايه؟ كل 6 مش كل 4 يعني تاخد 4 مرات في اليوم مش 6 مرات. تقعد تديه كل 6 ساعات كل 6 ساعات كل 6 ساعات لحد ما فيش امبروف، تروح موقف الوريد وقلبه على اورال او على مكان. طب حاله الازمه العاديه اللي هو ما مش ستيتس، ازمه وفي البيت مثلا وعنده انفلاميشن شويه وبتاع وبيكح وبيزيح حبه عايز امشيه في البيت على كورتيزون، ما احنا قلنا ان الكورتيزون هو الكونجر ستون، يعني هو حجر الزاويه، كل البيشنت بياخد كورتيزون على حاجه اللايت قوي يعني. علم عندك ام سي كيو، اصل هتلاقي مكتوب عندك ان في حاجات اورال ياخدها في البيت اورال، يعني ديكساميثازون وبريدنيزون. لا 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 لا، انا عايزك تحفظ الانهاليشن، بيكلوميثازون واكتب جنبه هام كيس، شايف الانهاليشن؟ بيكلوميثازون، بتكلم البيكلوميثازون، بيكلوميثازون تحفظ الاسم ده، ديكلوميثازون بيتاخد انهاليشن، بيجي في الكيس يسالك الانهاليشنال استرويد اللي بيتاخد في الازمه ديكلوميثازون، وهو اوف بيست تشويس على فكره عشان لو سالك، يعني لو سالك انا مش بحفظه لك عشان لا هو فعلا اوف بيست تشويس. كل ادويه الازمه ناو دايز بتتاخد انهاليشن، يعني عامه الازمه ما عادش فيها قوي دور لحاجات سيستمك ولا حقن بقى ولا اقراص ولا بتاع غير لو حاله كبير قوي، انما الحالات العاديه كلها بتاخد انهاليشن، السلفوتامول انهاليشن، الكورتيزون، اي نوع انهاليشن. طب معايا دكاتره بخاخات يعني. يبقى علم عندك على الاسترويد البخاخه اللي هو بيكلوميثازون. طبعا في حاجات اورال هناخدها بعدين زي الديكسا وزي البريدنيزولون وكذا حاجه مش وقت. صلى على النبي. برضه السايد افكت هتلاقيه بيتكلم على كلمه ونص. حاجه احنا عايزينها هنا لان الموضوع مشروح بالتفصيل في الاندوكراين. انما اللي مكتوبه هنا مش مكتوبه في الاندوكراين. احنا لسه قايلين هو الاخ اللي عنده ازمه غالبا بياخد الاسترويد ازاي؟ عضل ولا وريد؟ بخاخ، بياخد بخاخ. انت بتعلم الام انها تعلم الواد. لو الواد 7 8 9 سنين بتعلمه ان الواد بيبدا ياخد النفس. اه صحيح انتوا كنتوا فاهمين يعني ايه بخاخ قلت لكم قبل كده. قلت لكم حاجه اسمها ام دي اي مش عارفينها. طب اديني بقول لكم اي بخاخه بتبقى حاجه اسمها ام دي اي. ام دي اي يعني ميجر دوز انهيلر. قلنا قلت لكم قبل كده. طب يعني ايه؟ يعني ايه ام دي اي؟ يعني ان اي بخاخه كده اي دواء بخاخه بيبقى ام دي اي يعني ميجر دوز انهيرر. يعني ايه برضه؟ يعني هو البخاخه متعايره ان الدوسه بدوز معينه. يعني انا هعمل هتروح مطلع دوز معينه. والله غلط كده. يعني ما افرض انت يعني الواد بيلعب
عدل وقام دايس على البتاع وفضل دايس هطلع دوس ثانيه يا لو داس اهو فدخل له موتور وفضل دايس هو ما يوصل هو شيء مش عارف هي دور هتطلع اللي كانت هي دور وطلع عشان يطلع دوس ثانيه يشيل ايده ويدوس ثاني وكل دوسه بدوس فبيسموها ميشن دوس انهيلر ومتعايره ومكتوب على البخاخه ان كل بط بقت البخاخه كذا يعني فبيبقى الاصل ايه؟ طيب انا بقول لك دلوقتي انت خلاص علمت الواد او علمت البيشنت لو كبير وقلت له بتاخد نفس اهو بالبروك وبياخد النفس مع الاسبيريشن والله العظيم بالله بالذات بتشوف انا في مصر من اكثر الاسباب اللي بتخلي البيشنت ما يتحسنش ان البريك غبي والله ما بهزر ان البريك غبي يعني هو بخاخه طب حضرتك انا هروح يلا يعني ده الاسبيريشن ويبخ بيلمع حرق طبعا اللي باخده يجي على سماعه خلاص لازم يبخ وبياخد نفس مع الانسبيريشن فانت بتعلمه التكنيك لو غلط بيحصل ريزيستنس للعلاج ده من اشهر الاسباب اللي بتعمل ريزيستنس للعلاج ان الوقف بيعمل بتكنيك غلط المهم مع ايه؟ في مشكله ثانيه انت مش بس هتعلمه كده انت خلاص علمته ياخد ازاي والاخ بياخد صح بياخد صح وكل حاجه وتمام هو الكورتيزون بيعمل ايه في المناعه؟ بيقللها طب ما هو انت لما تبخ في بقك وتسيب البواقي في البق خلاص ما انت اللي استنشقته استنشقته وفي بواقي في البق صح؟ دي هتنقص مناعه البق هتلاقي الاخ جاي لك بعد شهر يقول لك انا نفسي جميل وتمام بس بقي مش عارف اكل وجع تفتح البق وتبص تلاقي اصفر زبيضه كده مبيضه كده الايدي بتاعها ابيض دي ايه دي؟ كاندا دي كانديدا اللي هي الابيض على طول في اي خرابه ده ده كانديدا تطريات مونيليا دي كانديدا كانديدا ايه شباب مونيليا بتكشف تطريات تطريات وبالتالي انا بلبي على الام الاب او على البيشنت لو كبير يا سيدنا بعد ما تبخ دقيقتين كده وتتمطمط بميه عادي ما عملش كده هيحصل له اللي قلت عليه ده يبقى قلنا البروفيلاكسز انه يتمطمط بعد ما يبخ لو ما عملش كده هيحصل له فانجل انفكشن لوكال في البق طب دي علاجها ايه؟ عنده فانجل انفكشن اديله ايه؟ اديله ايه؟ اديله انت فانجل لوكال برضه لوكال انت فانجل ده مشاكل كتير فبنديها لوكال يعني ايه لوكال مثلا في بعض الانتي فانجل بتستخدم استحلال فاهمين؟ مصر لوزنس معايا وفي حاجات بتبقى ماوس كوش هتلاقي مكتوب عندك زي الاستاتين ماوس كوش والامبوتريشن بي لوزنجز. الستة رجعت كده ماوس كوش دي مش كده؟ والله هو شكله برضه. يا ولد ايه الفرق بين ماوس كوش والجرجل؟ ايه الفرق بين الماوس كوش اللي بتماوس كوش يعني غس مش في ازايز كده هتغيرها هي مكتوب عليها غسول للدم وحاجات تانية كده مكتوب عليها غرغرة. ايه؟ معلش
اللي هو الناس اللي بتجيب من اول الجمله كده شكلها صح لا غلط يا اخويا. الانهيلد ميكروميثازون بيزود الريسك اوف اورال فانجل انفكشن كانديدا باي نيم اللي هي كونيليا زي ما مكتوب عندك كونيلياسيس ما هي كانديدياسيس. حلو طبعا يا اسطى دلوقتي جالك في الاتاك ملخص نهائي اللي قلته هو جاي في الاتاك مثلا قمت مديه اوكسجين وقمت مديه سلبوتامول وقمت مديه فيتروميثازون او هيدروكورتيزون وريد لو حاله عليه يعني الحاله جت في الاتاك قامت واخده سلبوتامول وقامت واخده كورتيزون المفروض لما ياخد دول في الاتاك تفك صح ولا غلط؟ رجع طبيعي مش هبقى انا هجوزه معاه في المستشفى هروحه صح ولا ايه حال؟ روح بيتكم ده عايز اديله ادويه وقايه. وقايه هتلاقي عندك حاجتين لوكوتراين موديفاير او لوكوتراين انهيبيتور الاسم القديم لوكوتراين انهيبيتور ورقم اثنين مكتوب عندك ماستر ستابيلايزر. يبقى لوكوتراين موديفاير وماستر ستابيلايزر طب هات حاجه لوكوتراين موديفاير والنجم انا قايلها. خدناها في الاولاني البروتوكول اهي بص فاكرين السكه ده ايه؟ سكه اللوز. احنا قلنا اللوكوتراين ده من الحاجات اللي بتعمل برونكوسبازم وايام سولد وبالتالي لوكوتراين موديفاير او انهبيتور انا عايز انهبيت الباسوي ده يا اما ادي دواء ينهبيت اللوكس انزايم يا اما دواء ينهبيت الريسبتور اللي ينهبيت اللوكس انزايم كان اسمه ايه؟ سيليتون خدناها قبل كده كان اسمه سيليتون. امال اللي ينهبيت الريسبتور الحاجات اللي اخرها ليوكاست الحاجات اللي اخرها ليوكاست فاكرين مونكي وزفير مونكي وزفير وكنت محفظها لكم مونكي افتكر مونو بتاخد وانس ديلي مونكي اليوكاست بتاخد وانس ديلي مونو اهو وقلت لك زفير شهيق وزفير واحده هنا وواحده هنا يبقى كل 12 ساعه بالك عشان امس كيو وعشان خاطر اللي صح وغلط المونتي اليوكاست بتاخد وانس ديلي الزفير اليوكاست بتاخد توايس ديلي يبقى ده 24 ساعه ولا 12 ساعه صح افتكر مونكي مونو زفير شهيق وزفير يبقى كل 12 عشان بس الكيس تمام؟ صلى على النبي يمكن الكلمه اللي ما كانتش مكتوبه في البروتوكول علم بس عليها هنا ان الزيوتون انزايم انهبيتور الزيوتون انزايم انهبيتور انت عارف يعني ايه كلمه انزايم انهبيتور؟ بيمنع تكسير الادويه يعني اثر على دواء خدناه من زمان قوي من 5 دقائق اسمه سايوفيلم مثلا مش قلنا السايوفيلم بيتراكم لو قلنا معاه انزايم انهبيتور ما هو الزيوتون انزايم انهبيتور واحتمال مش ده عيان ازمه احتمال يكون بياخد الاثنين مع بعض احتمال طيب حاجه اقتصادي مين على قلت لكم حتى المونتيليوكاس ده واسع الاستخدام في مصر كل الفرق الحساسيه بيحبوا يكتبوه اسمه سنجولير اسمه سنجولير منه قراص وفي منه بخار السنجولير ده استغلالي شويه تمام يبقى لو مكتوب عندك ان المونتيليوكاس ده اجروب دايما والزفير كمان اجروب انما اللي في مصر هنا المونتيليوكاس اللي هو السنجولير ده ما عليه مكتوب بالتفصيل كل الكلام ده في البروتوكول هو عايدينه بس معايا ده كفر يبقى اول حاجه بتتاخد ان بتوين اتاكس اللي هو الايكوين انهبيتور طب ثاني حاجه احط عليها كونديشن بقى ماستر سيل ستابيلايزر ماستر سيل ستابيلايزر احنا قلنا فاكرين لما حكيت لكم حكايه الواد اللي حصل اللي فاتت قلنا خلاص امه عملت كده ما فضل استبجاد انا ما اعرفش ايه اللي عنده في الاير واي قام بدا الولد يتخنق هو اتخنق ليه؟ كنا ماستر سيل قاعد وهيستانين طلع وما اعرفش ايه طب لو انا بطريقه ما خليت المص سيما اتفرقعت طب انا حلو لو المص سيما اتفرقعتش اصلا ما الواد مش هيخش الاتاك فدي حاجه يبقى انا لو المص ثبتها يعني انا همنع الاتاك وبالتالي الدواء ده يتاخد في البروفيلاكسس علم عندك اول حاجه على الداي صوديوم برومو جلايكيت اللي هو كان له اسم تجاري برومولين برومولين اسم تجاري واسمه العلم الكاريزوديوم بروموغلايكين او البروموغلايكين وخلاص بلاش دايصوديوم يا عم بروموغلايكين ده اسم العلم البرومولين ده اسم التجاري عشان ما كاتبينه ليه يعني اشمعنى ده ايه؟ طب ما حلوين اهو
كرومولين لا بخاخ اسمه تجاري على فكره، الكرومولين منه بخاخ ومنه راسه ومنه كل حاجه معاك. المهم يعني صلي بينا على النبي. في حاجات تانية يعني هنشوف كمان، شو حاجة اسمها الميزوكرومين وفيتوتايبين، في كذا حاجة. بص يا دكاترة ركز معاك، الأدوية دي لسه قايلين بتخلي المصل ما تفرقعش أصلا، ما تفرقعش، فسميناها مصل ستابيلايزر. الإكزاكت ميكانيزم أبقى كداب لو قلت لك كذا، يعني محدش عارف بتشتغل إزاي بالظبط، بس غالبا بص فاكرين لما قلنا المصل سيل فيها كانسر متشنل، بيقوم الكانسر داخل بيقوم الخلية عاملة كونتراكشن. ناس قالت الأدوية دي بتقفل الكانسر متشنل، ناس تانية قالت لا دي بتفتح الكلورايد تشانل، اصل في برضه كلورايد تشانل، والكلورايد تشانل دي بتنهبت الكانسر. لو كلورايد انهبيتوري يبقى في ناس قالت انها بتفتح الكلورايد تشانل وبالتالي الكانسر ما يدخلش. اصحى معايا، يبقى بتمنع الكونتراكشن بتاع الماست سيل عن طريق شغل على الكلورايد تشانل. دي ثيوري، يعني كل دي نظريات محدش يقدر يحلم. اهم حاجه اللي نحلف عليه ان الادويه دي بتخلي الماست سيل ما تفرقعش. وكان معتاد قلت لك الدواء حتى لو ما انتش عارف ميكانيزمه، مش انت عارف انه بيجيب نتيجه ادي ولا ما اديش؟ ادي طبعا. لو انت ليك اكل ولا محلاه؟ لا انا عايز حاجه تجيب نتيجه. سمينا الكلام ده امبيريكال قبل كده، فاكرين؟ كلمه امبيريكال يعني بدي دواء بيجيب نتيجه، بس ما اعرفش هو شغال ازاي. ان شاء الله عني ما عرفت. انا 500 حاجه ثانيه مش عارف حاجات على ده. فاهمين الكلام؟ صلي بينا على النادي. ركز معايا يا بص يا حبيبي، السؤال بيجي هنا، ركز للفوق. دي بخاخ، لو جربت البخار على ايدك كده، بس في بخاخات بتطلع غاز وفي بخاخات بتطلع بودر، يعني في بخاخات بيكون فيها بودره كده مايكرونايزد، مايكرونايزد ومضغوط، حتى بخاخه كده على ايدك تلاقي عامل حاجه بيضه كده، دي بودره. عارف انت بخاخه الكرومولين دي لو بخيتها على ايدك هي برضه ام دي اي، فاهمين؟ يعني بكميه، مفيش فاهمين؟ اه كميه، هتلاقي على ايدك كده حاجه بيضه. اصبر ثواني هتلاقي ايدك بتاكلك. يعني اصبر ثواني كده هتلاقي ايدك بتاكلك. واضح ان الفكره دي ايه؟ امتى؟ تعجن كانت تاكلك شويه، عامل شويه كسعان كده. ما بالك دي لما تتبخ في غير ايه؟ ما انت بتبخ كده في غير ايه؟ هو الدواء حلو وبيخلي المصل ما يفرقعش. بس دايما البيشنت يقول لك دي وجعني زور، دي حرقني زور. لو العيان كويس وان بتوين اتاكس ما تقلقش. يعني هو اصلا كويس ومن بيكوين اتاكس، البخه دي مش هتزيد حاجه على قد فتح الانف في الزور ما اعرفش ايه. هو المصيبه لو كان في اتاك، يعني لو في اتاك والاير واي اصلا اجيتيتد والاير واي مقفول، هو ما انا جاي في دور تحت بقك وبخ برونكوس بازم هيزيد والبشت هيتنيل. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا عايز اقول لك ان الدواء ده مش بس ما ينفعش من في الاتاك، ده كونترا اندكيتد. هو في ادويه تقول انها ما تنفعش، ما تنفعش يعني مش هتجيب نتيجه يعني، لا ده هيأذي، ده في الاتاك هيأذي. الدواء ده ممنوع يتاخد في الاتاك. طب لو قال لك جيب ريزن قول له عشان حاجتين، الدواء ده في الاتاك ممنوع. اولا انت في الاتاك محتاج حاجه تعمل برونكو دايليتيشن، مش كده؟ مش دي ادويه الاتاك ان حاجه تعمل دايليتيشن؟ الدواء ده هاز نو برونكو دايليتور اكشن. الدواء ده هاز نو برونكو دايليتور اكشن وبالتالي مش مفيد. اول حاجه هاز نو برونكو دايليتور اكشن. الحاجة الثانية هو مش بس ده مضر كمان، قلنا ان هو ايفيتنت ممكن يزود البرونكوس بس، ايفيتنت ممكن يزود البرونكوس بس. يا اخي ده انا بديه ان بتوين اتاكس وبكون خايف، يعني انا بديه ان بتوين اتاكس وبكون خايف من حكاية الايفيتيشن بتاعه ده. وعشان كده استعماله قل قوي اليومين دول، من ساعة ما طلع بقى المونتليوبلاست والحاجات دي قل خالص استعمال الأدوية دي. يبقى دي مصدر ستابيلايزر قلنا استعمالها في البروفلاكسز، يعني ان بتوين اتاكس ممنوعه في الاكيوت اتاك. السؤال اللي يجي يجيب ريزون هو اللي تحت الفيتوتايبن. الفيتوتايبن على فكره الدواء ده ربيع، ده ربيع موت. قصدي اقول لك ايه؟ دي كلمه كنترول، يعني عارفين الناس اللي بيكون عندها جيب انفيه وبتبقى بالانتكال مالهاش حل، اخذ 50 دواء واخذ 50 ما اعرفش ايه وازاي ما تحسنش. اللي عنده اكزيما، اللي عنده ارتكاريا، اي حساسيه مزمنه بنت 60 مش مستجيبه على 70 دواء قبل كده. سيبه ماشي على الدواء بتاعه اللي بياخده نصيحه يعني، وزود له حبايه اسمها زاديتين. ده اسمها زجاج، زاديتين زاديتين زاديتين، الحبه اللي بتاخد حبايه الصبح وبالليل بتمشي عليها اتليست 3 شهور. زاديتين اللي مكتوب عندك فيتوتايب، فيتوتايبن ده اسمه في الصيدليه زاديتين، دواء بديع قوي في الحساسيه على فكره، من مقفول منه بخاخات منه كل حاجه، يعني في الازمه هنديه بخاخات. انا بقول لك اي حساسيه ثانيه يفتح حبوب، هو منه كذا حاجه،
طب الزيتين ده بديع في ايه يعني؟ هو برضه مصدر ستابلايز. طب ايه كرامته على فوق يعني؟ بص على السبورت. لو انا قلت لك بص الرسم، بص كده، لو احنا قلنا ده كده المصر سيل اهي، ادي المصر سيل بتطلع هيستامين، والهيستامين بيشتغل على الريسبتور بتاعه اللي اسمه اتش 1 ريسبتور، يقوم عامل علامات الحساسيه، مش كده؟ اسمع بقى، ادي الفينوتايب اهو، الفينوتايب احنا قلنا زي اللي فوق مصر سيل ستابلايزر اهو، مصر ستابلايزر يعني هيخلي الهيستامين اصلا ما يطلعش، وان كان في شويه حبه كده طلعوا بيروح يقفل ال H1 ريسبتور. يبقى مش بس بيمنع خروج الهيستامين، ده حتى لو في حبه خرجوا بيقفل ال H1 ريسبتور، يعني دي انتي هيستامينيك اكشن. وعلى فكره مش ده الانتي هيستامينكس اللي بقولك ما تديهاش، مش احنا كنا قلنا الانتي هيستامينكس ما تديهاش عشان دي التوفين لايك اكشن، ما ده مش كده، ده سكند جنريشن. سكند جنريشن انتي هيستامينك اللي ما بتعملش لا بتنشف سكريشن ولا بتاع. انتوا معايا؟ يبقى يا دكاتره ايه كرامه الزبيتين على الكرومولين؟ الزيتين في كمان على الكرومولين اللي فوق، ان الكرومولين مصري ستابلايزر بس، انما ده كمان في انتي هيستامينيك اكتيفيتي، ومن السكند جنريشن للامان اللي لا بينيم ولا بيعمل حاجه في الهيرو واي ولا بتاع. ده بديع بديع والكيف بتاعه سريع، بقول لك بالذات في الدور الانفيه وكان تابع اسبوع بدا البيشنت يتحسن، وطبعا بيكون بقاله شهور متنع على عين يعني بيقتنع تماما انك بتفهم مش عارف اللي فين. المهم يعني يبقى انا قلت لك دلوقتي ده الكلام بتاع ايه؟ الزاديتين اللي هو الكيتوتايبن. طبعا يجي جريزون. يجي جريزون كيتوتايبن في البروفلاكسيس والبرونكيال ازمه. الاسم ده ازاي؟ هو وكروموزايك ايه؟ ما تنساش ان كان اسم ازاي في الكيتوتايبن. صلى على النبي. ايه اللي بتصلح هتلاقي عندك مكتوب اذر. حاجات اذرز بقى. صحيح. ده كده في اللي جه عندك في الكتاب ترابط بالذات في الاول. هي دي بتيجي عباره عن صح وغلط، بتيجي دايما في كيس الازمه. هي من كتر ما بتيجي كتبوها نصا. انا بس كلمة اسمع اسمع الصح وغلط دي. هي حتى مشكلتكم في الترجمه في الانجليزي يعني. يقول لك there is additive risk. There is additive risk. اوف additive يعني additive. اضافي. There is additive risk of cardiac adverse event with a protocol of combined beta 2 agonist and decitabine is used in treatment of bronchial asthma. طبعا صح. اسمع الجملة تاني. هو بيقول لك طب نقول بالعربي الترجمة بإذن الحال. الترجمة بص يا حبيبي. بص يا عم هو بيقول لك هيبقى في خطر إضافي على القلب. هيبقى في خطر إضافي على القلب. لو استخدمنا سايتانسين أمينوفيلين مثلا مع البوتامول الاثنين مع بعض في علاج حالة الأزمة. اه طبعا. لان السالبوتامول اي نعم سيلكتيف بس الاوفر دوز بتاعته بتعمل تاكيكارديا واريثميا وبتاع، يعني السالبوتامول ممكن يبقى اريثموجينيك والامينوفيلين اريثموجينيك، فلو اتاخدوا سوا يبقى في ريسك اضافي على القلب ولا لا؟ اه طبعا. هي دي الجمله. بقول لك ايه؟ ان ايه الريس اديت بقى صح؟ لا ما تقعدش تشرب من الاخر. لكن انت ساعات يعني دماغك بتشتغل بزياده كانت بلاوي. اه بنحصل بقى الجمله بيعتبر نفسه مبسوط العلاج اللي هي عشان يطلع الحته السؤال اللي ما حدش في الدفعه خد باله منها ده هو انت حمار. عايز اقول لك انت حمار. الجمله مباشره وما فيش اي خالص انت مبسوط العلاج هي ولا انت تعيد نفسك كويس ما تفضلش. المهم يعني ركز يا هذا الاذر اذر ده كلام غلط. بص عليك يعني عنده شويه برده بياخد نوبوليتيك فبلغ بياخد نوبوليتيك الحته بقى اللي تيجي في الكيس ركز معايا. شايف هيليوم اكسجين ميكشر؟ شايف عندك هيليوم اكسجين ميكشر شايفينها؟ حط عليها كويستشن مهمه جدا في الكيس تيجي صح وغلط ما بتجيش غير كده. بص يا حبيبي بص يا حبيبي انتوا عارفين كمان شويه كده ممكن تيجي سكه الاكسجين انا كله الاكسجين انتوا عارفين الاكسجين العادي انا بيجي وبتاع الاكسجين عادي اللي هو الهيموفايد اكسجين لا في كده انا بيجي صغيره اكسجين بس نوع خاص في انواع مخصوصه للاكسجين تبقى غاليه قوي زي الانبوبه الصغيره اللي تلاقي مكتوب عليها هيليوس لو شفتوها قبل كده دي انا جيت كده تبقى سيلفر صغيره كده وفيها كميه اكسجين قليله تبقى غاليه جدا تلاقي الانبوبه 150 مليون 160 جنيه يعني خمس ست اضعاف الاكسجين عادي ايه دي ايه دي؟ ايه الهيليوكس ده؟ حتى اسمه باين هيليوكس ده عباره عن هيليوم اكسجين ميكستشر طب اكسجين واحنا فاهمين ليه؟
طب هيليوم ليه؟ بص يا حبيبي، الهيليوم غاز خام وخفيف جدا، خفيف جدا. الناس اللي عندها ستيتس، انا بقول كلام محدد اهو، الناس اللي عندها ستيتس مش اي حد، بص عليا، لو في ستيتس بيبقى الاي واي مرض قوي، بيبقى الاي واي ده جدا، دي اعلى حاجه. الاكسجين ذات نفسه ساعات ما بيعرفش يدخل، او انا محمله على غاز خفيف سهل الديفيوجن، اسمه هيليوم، ياخد الاكسجين ويخش بيه لجوه. يبقى انا بحمل الاكسجين على هيليوم ليه؟ عشان يعرف يتصرف بيه من مرض الاي. مش ده السؤال، بيعشقه في الكيس السؤال الاتي، هو الهيليوم نسبته كالاتي، الهيليوم هو اللي كتير، ما تتغباش، يعني الهيليوم 80% والاكسجين 20%، يبقى مين اللي كتير؟ الهيليوم. يحط لك الجمله، يقول لك ان اكيوت سيفير ازمه، استحضرت، ان اكيوت سيفير ازمه، ا ميكستشر اوف هيليوم 20% اند اوكسجين 80%، مين دي كيف انت ما اعرفش ايه؟ الجمله كلها صح الا النسب. دي كلاسيك كده في الكيس، السؤال ده كلاسيك، الحاجات اللي برضه خانت الذكر. يعكس لك الايه؟ الكونسنتريشن. بقول لك ما تنساش الهيليوم هو الاكثر. الهيليوم 80% والاكسجين 20%. معايا ولا ايه؟ هو انت الاكسجين اللي في الهواء 100% يا ظالم؟ حاجه 20، انت نفس التركيز. الهيليوم 80 والاكسجين 20. معايا يا دكاتره؟ طب صلي على النبي. بص لما في اعجاز، لما في اعجاز اللي هو اخذ كل اللاينز، اخذ 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 اخذ، مفيش استجابه. دايما بيكون في كابتن كسبان بيكون عايزه للاخر، قلت لك. بس هنا كابتن كسبان غالي قوي. علم عندك على الكوماري زمام، علم عندك على الكوماري زمام، كوماري زمام العلاج من 6 شهور من 4 ل 6 شهور بيتكلم على الاسعار القديمه اللي هو 22000 جنيه. طبعا دلوقتي هيكسر ال 200000 يعني. اسمه في الصيدليه زوليه، بس بيجي للطلب. يعني بتكون العزبي او الترشوق بيجي للطلب، الزوليه ده بتاع شركه رش والكتاب الحراميه. المهم يعني الزوليه ده بقى ده هاي الزوليه ده. بقول لك ده الماست ستاند. ماست ستاند اللي هو بعد كده لو ما استجابش دوس على رقبته واعمل له ايه بقى؟ ايه الزوليه ده يا حبيبي؟ ركز يا حبيبي. اللي مكتوب عندك كوماري زومان. قلت لكم الاثنين الاولاني. اي دواء اخره مقطع ماده. قلنا كومالي زوماب اهو، كومالي زوماب. اي دواء في الطب اخره مقطع ماب، ماب ده اختصار مونوكلونال انتيبودي. مونوكلونال انتيبودي عصر جديد في الميديسن، من اواخر الثمانينات، من اوائل التسعينيات، بقى عندنا حاجه اسمها المابس، راسكوزوماب بتاع كانسر بريست، اول حاجه عملوها بقى، الحاجات دي كلها اصلا معموله للكانسر. وبعدين بقى بداوا يستخدموا حاجات ثانيه. المهم يعني ده اللي بنسميه تارجت ثيرابي. يعني ايه تارجت ثيرابي؟ علاج موجه. انت لو بتفهم طب هتقول لي الكورتيزون ده حيوان، لان هو بيعمل اميونو سبريشن نون سبيسيفيك، بيهبط المناعه بكل الاليمنت بتاعها. مش بس يحسن الازمه، ده يوقعك المناعه ويخليك انفكشن عمال على بطال. مش الكورتيزون كده ما بيميزش؟ طب ما عندناش حاجه تميز، يعني حاجه تضرب بس اللي انا عايزه. الماكس ماكس يعني. بص كده عشان نخلص من الميكانيزم، الجسم ايه؟ مش انت عندك جيل الكوسايد؟ جيل الكوسايد مين البوسايد بتطلع اي جي اي؟ ارسم معايا. الاي جي اي بيثبت نفسه على سطح الماست سيل. مش لاقي اشرحها؟ يا اسطى مش انا قلت لك ان الفين البوسايد بيطلع اي جي اي والاي جي اي بيثبت نفسه على الماست سيل وبعدين يحصل الكلام ده بتاع الازمه؟ ادي الكوماري زمان. وخدت حاجه في المايك وسمعت ان المونو كلون انتيبودي مش كده؟ الهايبريدور. خدت المناعه. طيب. فخدت حاجه اسمها الانتي انتيبودي؟ اكيد. انتيبودي للانتيبودي. هو ده كده، ده انتي انتيبودي. يعني ايه من الاخر؟ بص 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 بص، ده بيروح للبي لمفوسايت يقول لها ما تطلعيش اي جي اي. طب لو كان الاي جي اي طلع خلاص، بيروح يمنعه من ان هو يمسك على الماسك السيل. يبقى بيعمل ايه كمان زومان؟ بيخلي البي لمفوسايت ما تطلعش اي جي اي. طب وان كان طلع يمنع البايندنج اوف اي جي اي للماسك السيل. لو عمرنا شايف نفسك ترسم ولا تكتب ولا تعمل ايه؟ دي الطب اللي بيخر من دماغكم يعني، اللي هو عم خليك تدير بس ما تعمل. احنا متعمدين قوي صلاة على النبي. المهم المهم، يبقى انا بقول لك دلوقتي ان الكوماري زومار في الفوسايت يمنع افراز الاي جي اي، انما الميكانيزم الاهم انه بيمنع الفايتنج اوف اي جي اي ايه؟ يعني اقدر اقول عليه انتي اي جي اي انتي بادي. ما هو انتي بادي الاي جي اي، يعني انتي انتي بادي. معايا دكاتره؟ دواء غالي جدا، الزوليك ده غالي جدا، بس هو النص الثاني يعني اللي هو خلاص اخري بقى. فاهمين الكلام؟
طب صل على النبي. اخي بقى هتلاقي مكتوب عندك حاجه اسمها ستيبس، هنا مش تيجي مش تسقي على ده كلام بطل، مش هتسالوا فيه يعني. بس عامه انت دلوقتي قلت لنا والله بس صل على النبي في سلب وزمن وفي مبتذل وفي مال الذباب وفي معاه بقى ايه. انا قدامي حاله اهو، انا في العياده وقدامي حال او ده والله قفشتها الادويه ولا هناك ايه ابدا فيه اعمل ايه؟ العلاج طبعا ستيب وايز ابروتش، العلاج ستيب وايز ابروتش يعني سلم خطوات، هبدا خفيف ما استجابش هعلى ما استجابش هعلى وهكذا. اللي مكتوب عندك هو الستيب وايز ابروتش. انا مش مفصل لك اي حاجه ما علينا، كلام كبير عليكم يعني. بص بص يعني بص كده، لما تلاقي حاجه عموما حط عشان بس ابقى هفتكرها من لما اقول، ممكن نقسم الازمه على حسب الاعراض نوعين كبار، حاجه اسمها انفيرمنتال ازمه وحاجه اسمها ريزيستنت ازمه، حتى الاسم باين. يعني ايه انفيرمنتال ازمه؟ لما الام تقول لك لا ده الولد بيكح ويزيق كده مره كل شهر، كحه كده تقعد ربع ساعه، ده الولد كل ثلاث اربع شهور ما يكحش مره، يعني ما عندوش اعراض كل يوم، الولد بسيط خالص، فيسموا ده انفيرمنتال. وحياه ابوك ده محتاج كورتيزون، هل ده محتاج ياخد كورتيزون يوميا؟ لا، فده يا دوبك ده تخلي معمه في البيت مخافه سلبوتامول، خليها معاها في البيت وقول لها ساعه ما يكح بخي له بكحه، ما في حاجه بس كده. يعني ياخد حاجه اسمها ستيب 1، ده مكتوب عندك ستيب 1. ستيب 1 دي يعني ايه ياخد ايه؟ يعني ياخد سابا وين ريكواير. ستيب 7 اختصار ايه؟ شورت اكتنج بيتا اجونست. ما قلنا في سابا ولابا، سابا اللي هو الشورت اكتنج بيتا اجونست، لابا اللي هو اللونج اكتنج بيتا اجونست. طبعا قصده سابا هنا السلبوتامول، الشورت اكتنج بيتا اجونست اللي بنسميها السلبوتامول ومش يوميا. فلما بقول لك سيب البخاخه معاها ولما الواد يكح كل شهرين ثلاثه تبص له بخاخه، مش تحتاج اكتر من كده. امال لو الام قالت لك لا ده كل يوم بيتعب وبيكح على الاقل اربع خمس ايام في الاسبوع، يسموا ده بريزيستنت. حتى البريزيستنت درجات، الام تقول لك اه كل يوم تعبان بس كحه بسيطه كده وبتاع، ام ثانيه تقول لك لا ده كحه رهيبه وبتقومنا من النوم ومعرفش ايه و... يعني حتى البريزيستنت اللي عنده كل يوم ده باعراض درجات مختلفه من السيفيريتي، مش كله زي بعضه. منجز الكلام، الواد لو عنده بريزيستنت وحاجه بسيطه خالص ببدا له حاجه اسمها ستيب 2. هو ده بقى اول واحد محتاج ياخد كورتيزون. بص كلمه اي سي اس اللي هكتبها لكم دايما دي، اي سي اس يعني انهيلد كوربيتوستيرويد اللي هو بيتروميزازون بخاخه. بس انا هكتب على طول اي سي اس اي سي اس اي سي اس يعني البيتروميزازون بخاخه. منجز الكلام ستيب 2 ده بياخد اي سي اس لو دوز. اي سي اس لو دوز حتى مش عايزك تحفظ ارقام. 12 ارقام. يبقى ياخد اي سي اس لو دوز اللي هو 400 او اقل بس ارقام. معلش دوز. يبقى بياخد اي سي اس لو دوز. كورتيزون بس دوز بسيطه. وكده كده السلبوتامول هو ريكواير. يعني كده كده السلبوتامول بتحتاج. ففي حاجه وكل ما الحاله تبقى اسوء، يعني مثلا اخد اي سي اس لو دوز وبرضه ما اتحسنش، او هضطر اديله حاجه اسمها ستيب 3. ما تحسنش على 3 اديله ستيب 4، ما تحسنش على 4 اديله ستيب 5. انا عمال بعلى اهو معايا. طيب ايه ستيب 3؟ احنا قلنا ستيب 2 ياخد لو دوز اي سي اس، ثاني حاجه ممكن بقى تزود عليها احنا ما بنشيلش حاجه، يعني هتسيب اللي شغال شغال او ياخد اي سي اس برضه وتزود عليها دواء كمان، يعني ياخد مثلا لابا لابا او ياخد تايوفيلين استقاط عادي ماشي على الاي سي اس وياخد فيوفل لي الاستقاط. طب حاجه ما استجابش ممكن تزود له الاي سي اس الميديم دوز ده نفس الستيب. انا عملت ايه؟ ستيب 2 كان بياخد بخاخه استرويد لو دوز ما اتحسنش ازود له يا دواء تاني زي اللبن والحاجات دي، ممكن استرويد ده نفسه تزوده تخليه ميديم دوز حتى 800 بس مش عليك دوز ب 12 اعطاء. فاهمين الكلام؟ ما اتحسنش اعلى. انت مش كنت وصلت الميديا دوز اي سي اس وكان بياخد معاها لابا او سايوفيلين، ادي كله مع بعض وزود كمان الاي سي اس، يعني مثلا ممكن ياخد هاي دوز اي سي اس لحد هاي دوز اي سي اس، يعني ياخد البخاخه بالدوز القصوى بقى اللي هي 2 مايكرو جرام ما علينا، يعني دوز هاي دوز اي سي اس. وممكن ياخد معاها ثلاث ادويه كمان لحد ثلاث ادويه، يعني ياخد لابا كمان وياخد سايوفيلين كمان وياخد حاجه من الليكوترايب موديفاير، ده كله مع بعضه ماشي على ثلاث ادويه او اربع ادويه مع بعض. واخد بالك ان عملها بالكاميرا بس بالتدريج. طب وصلت لحد كده وما استجابش، انت ملاحظ ان حتى الان كل الادويه لوكال
بخاخة لابا، بخاخة كورتيزون، بخاخة تيروتايين، كله بخاخات. إذا ما استجابش طبعا خد بالك ممكن لحد كده اللي يعمل الكلام ده واحد بتاع أطفال جنرال مش بتاع صدرية يعني أطفال ولا بتاع حساسية ولا بتاع. لو وصل معاك لحد ستيب فور ولسه عمال بيطبخ كفاية تلاتة بقى حوله على سبيشاليست يعني حوله على حد أخصائي صدرية أطفال حد بتاع حساسية ثم الجدام مثلا هينجي بقى هو يعلم عامل كده يديله حاجة اسمها ستيب خمسة اللي بيكون فيها أدوية سيستميك يعني مثلا ياخد أورال سترويد أورال بقى والبخاخه شغاله على الهاي دوز يعني هاي دوز اي سي اس وده معاها كمان اورال سترويد طبعا الكتاب مش كاتبه من سواء في ستيب 4 او في ستيب 5 كونسيدر كوماتي تومات لو يقدر يجيبه يجيبه بقى في ستيب 4 او 5 كونسيدر كوماتي تومات بس الكتاب مش كاتب فخلاص بس هو الكلام كله مش عليه يعني حتى الستيب 1 ما اللي هو كاتبه ده القديم اصلا ده القديم ده اتلغى من زمان مش عليك كلام مش هتسأل مش هتسأل فيه كلام بطلة يعني بس احنا من ده يبقى مين الوحيد اللي ما بيحتاجش ياخد كورتيزون؟ اللي هو الكابيتال ده اسمه جاستيك 1 طيب انت عندك تجميعه بعد كده الحاجات اللي بتتاخد في الستيتس احنا قلناها اصلا مجمعينها بس يعني اكسجين افتكرتها او هيليوم طبعا هوسبيتاليزيشن اول حاجه يخش عنايه مش اي سي يو اكسجين او هيليوم عشان انا ممكن اخد هيليوكس وبعد كده بقى الحاجات الجدوريد يعني مثلا قلنا سالبوتامول اول حاجه بخاف هايدرو كورتيزون وريد لما قلت لك ياخد 200 مللي كل 6 ساعات حتى ما يتحسن معاه ولا ايه؟ يبقى ياخد هايدرو كورتيزون ما استجابش على الحاجات دي كلها ممكن بقى تديله حاجات اعلى المغنيسيوم صلفيت ملح الانجليزي مغنيسيوم صلفيت الدواء 7 صنايع مغنيسيوم صلفيت دي برونكو دايلتور اكشن وانتي كونفالسنت حتى كده في كده كنت مليت لكم في الترم الاولاني قلت لكم ده احسن دواء لعلاج التورسات دي فوا اللي هي نوع الاريزميا اللي بيحصل مع بعض الادويه كان في حاجه اسمها تورسات دي فوا نوع من الاريزميا قلت لك علاجها انك تعلق مغنيسيوم صلفيت وريد ماشي الانجليز ده الكيلو منه بجزء نهائي ده بيتباع فلوس جدا وليه ايفكت في كونسوميت حاجه بديع لسه هناخد منتو عارفين بقى الانجليزي بتاع تمساح بيسحب لا ده بيتاخد وريد في بلاوي في ايريزميا وفي في الازمه الجامده وفي عنق ست الحمل اللي كان بيتشنج هو ده اللي بيقول لك التشنجات سبع يعني سبع صلاية ده محترم معاه رخيص معاك موجز الكلام اللاين دي على وين بس وشرحها ورا وشرحها ورا بس قول اللاين ده على وين الحصه الجايه دي جايه ده قدر انا زي حاجه بقى